العليم يتحدث زبيدي بإعلان جديد بدمج قواته ويطلب دعما من هذه الدولة لإنفاذه. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي المضي في إدماج قوات المجلس الانتقالي الجنوبية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، متحديا رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، داعيا في الوقت نفسه بريطانيا إلى الضغط لتحقيق ذلك. وقال العليمي خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الحكومية، إن مجلس القيادة يبذل جهودا على مختلف الأصعدة بما في ذلك الإصلاحات المرتقبة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الملفات الخدمية والاقتصادية والعدلية. وشدد العليمي في اللقاء الذي حضره نوابه طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة، وخصوصا في إعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن. يأتي لجوء العليمي إلى بريطانيا لحل قوات المجلس الانتقالية وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية بعد توجيه رئيس الانتقال عيدروس الزبيدي رسالة تحذيرا شديدة اللهجة إليه من مغبة المساس بقواته، متوعدا بقلب الطاولة على الجميع بالانسحاب من مجلس القيادة الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس.